إلا كنتي تتعيش اللحظة ديال الموت وهاد الأخيرة هادي عطاتك إمكانية الاختيار بين تمشي للعدم أو تعود تعيش نفس هاد الحياة اللي عشتيها بجميع التفاصيل والظروف ديالها، كل ديك اللحظات اللي بكيتي وضحكتي فيها وكل ديك المغامرات اللي دوزتي بالمعاملات الحسنة والسيئة والأزمات اللي تعرضتي لها، ماشي بواحد طريقة أفضل أو أسوأ، مختلفة أو متشابهة، بل تعودها هي بنفسها عدد لا يحصى من المرات، تعيش التكرار ديالها إلى الأبد. جميع الأشخاص المتدينين غتجيهم هاد الفكرة ما عندهاش معنى، بما أنهم تأمنوا بحياة أفضل اللي هي الآخرة، اللي مستحيل يعودوا يعيشوا فيها نفس هاد الحياة ديال الدنيا العابرة اللي ما تستحقش العناء بالنسبة لهم. أما الأشخاص اللي ما تأمنوش بحياة بعد الموت، الفيلسوف نيتش تراهن أن أغلبيتهم غادي يخسروا العدم، وعدد قليل فقط هما اللي غيقبلوا بالتكرار ديال حياتهم كما هي، عدد لا يحصى من المرات. داك الشخص اللي غيقبل بهاد المسألة، اللي غادي يكون مستعد يكرر جميع التفاصيل ديال الماضي والحاضر والمستقبل ديالو إلى ما لا نهاية، هاد الشخص هذا اللي غادي يرغب في هاد العودة الأبدية وغيكون قادر يتحملها، هو سوبر إنسان بالنسبة لنيتش. نيتش ورث هاد المفهوم ديال العودة الأبدية من عند الرواقيين، وبالخصوص إبيكتيتوس اللي بالنسبة له كل ما تيوقع سبق له وقع من قبل وغيعاود يوقع مرة أخرى. واخا في الأصل هاد المفهوم قبل ما يتبنوه الكثير من الفلاسفة جاي من بلاد ما بين النهرين، اللي كانوا تيأمنوا بأن التاريخ ديال العالم تمر بواحد الطريقة دورية، بحيث أنهم بعد ما تدوز السنة الكبرى اللي تتكون معدة آلاف السنين تتعود تكرر نفس السلسلة ديال الأحداث المطابقة للأحداث اللي سبقتها وبعناصر اللي تتم إعادة التكوين ديالها. ولكن المفهوم ديال العودة الأبدية عند نيتش تختلف على جميع المفاهيم الدورية العتيقة، بحال مثلا الدورة ديال الولادات من جديد كما تلقاو في النصوص الهندوسية اللي فيها تتكون الكارما ديال الكائن هي اللي تتحدد الوجود المستقبلي ديالو انطلاقا من الأفعال والنوايا ديال الحياة السابقة اللي عاش، وتتكون دائما واحد العلاقة ديال مدين ومدان بين الإنسان والنفس ديالو. بالنسبة للهندوس ضروري الدفع في هذه الحياة الحالية ثمن ديال الأخطاء اللي ارتكبتيها في الحياة الماضية. ولكن نيتش ما تتفاهمش نهائيا مع هاد النظرة الأخلاقية للوجود، بالنسبة له ما كاينش شي حاجة سميتها دين، ما كاينش شي حاجة سميتها خطأ، تصور ديالو لهاد المفهوم خارج كليا على الإطار ديال الخير والشر أو الخطأ والصواب، بعبارة أخرى خارج كليا على الأخلاق، وبالخصوص الأخلاق اللي مبنية على الديانة المسيحية. تتعرض كذلك حتى مع المفهوم اللي تبنوه البوذيين والجينيين اللي تيأمنوا بالمفهوم ديال سامسارا، والحكيم تهدف لأنه يتحرر من هاد سامسارا ويوصل للنيرفانا، أي يكسر الدورة ديال الولادات المتتالية باش يوصل لواحد الحالة ديال السلام والراحة والعدم والاختفاء ديال الرغبات. ولكن نيتش ما تتقبلش نهائيا هاد المسألة، تفضل النضال وتقوم بالتمجيد ديالو لأقصى درجة، بالنسبة له أنك تكون بصحة جيدة تتعني أنك عامر بالنشاط ومستعد للحركة والقتال والنضال من أجل مواجهة المعاناة وصعوبة الحياة. والأشخاص اللي تقلبوا غير على السلام والراحة سواء النفسية أو الجسدية هم أشخاص مرضى اللي ما عندهمش رغبة يعيشوا الحياة. أما الإنسان المتفوق أو كما تسميه هو السوبر إنسان تحضن كليا وبكل إيجابية هاد الصراع الأبدي ديال الوجود وديال إرادة القوة اللي تتشكل كل هاد العالم. كل شيء في هذا العالم بالنسبة لنيتش تتغير تتطور وتتحرك باستمرار، كيفاش إذن غيتم التكرار الأبدي ديال واحد الشيء اللي تتطور بدون توقف؟ بالنسبة لنيتش التطور والتكرار فعط ما يكون واحد تأدي الغياب ديال الآخر تشكلوا نفس اللعبة، هما جوج أشياء متناقضة وفي نفس الوقت متناغمة مع بعضياتها. التطور فاش تيقوم بالتكرار ديال العودة على نفسه تيكون بهذه الطريقة تصنع الوجود ديالو وتعتر من جديد على الهوية ديالو. العودة الأبدية ديال الشيء هي اللي تضمن الهوية ديال داك الشيء. ونيتش ما تقصدش أننا غنعيشوا نفس هذه الحياة مرارا وتكرارا بواحد الطريقة أبدية، بل تجعل من هذا المفهوم اختبار وامتحان اللي من خلاله غنقوم بالقياس والتحقق من القيمة ديال الوجود ديالنا عن طريق التخيل أن الموت غتعطينا الإمكانية باش نختاروا واش نختفيوا من هذا الوجود أو نعودوه ما لا نهاية المرات. نيتش تقول أن الاختيار ديال العدم والاختفاء تجسد واحد العدمية غير مكتملة، ماشي بحال العدمية المكتملة اللي تقترح هو، العدمية القوية اللي تتميز بها السوبر إنسان اللي تتقول أنه خاصنا نبدلو كل جهدنا باش نعيشو حياة تخلينا نرغبو في الإعادة ديالها إلى الأبد. والعدمية تتشكل حالة طبيعية في هذه الفكرة ديال العودة الأبدية، وماشي واحد من الأعراض ديال الضعف مواجهة العبثية ديال الوجود، بل عندها واحد المهمة أساسية اللي تتهدف لإعادة النظر في التقييم التقليدي اللي معطي للدين والأخلاق، وتتمثل كذلك الحالة القصوى ديال إرادة القوة اللي عند الإنسان.
لان نيتش هو فيلسوف اللي ترفض يكون مجرد شخص اسير ديال المعتقدات ديالو. بالنسبه له فاش الانسان تيكون تابع لشي عقيده معينه تيكون ترفض بلا ما يشعر الطبيعه ديال الاشياء والواقع ديال الحياه. على هادشي توصينا بتجنب صنع النفس واحد النموذج مثالي اللي غادي ينقسم القوه ديال الاراده اللي عندنا. تيقول انه خاصنا نكسروا بهاد الاراده جميع الاصنام اللي هي الدين، الاخلاق، السياسه، الميتافيزيقيه الكلاسيكيه الى اخره، من اجل التعزيز والتقدير ديال الذكاء اللي عندنا. وباش نوصلوا لهاد الغايه، نيتش من خلال الكتاب ديال هكا تحدث زاراتوسترا توصينا نعيشوا بواحد الطريقه اللي غتخلينا نرغبوا في التكرار والعوده الابديه ديال الحياه اللي عشناها بدون ندم او اي احساس بالذنب، وبتوافق تام مع داكشي اللي تنفضلوه وتنرغبوا فيه كيما بغى يكون هاد الشيء. ما كاينش هنايا شي نوع من الحكم او التقييم، لان الحياه بالنسبه لنيتش ما يمكنش يتم تحديد القيمه ديالها. الشخص يكون حر في الاختيارات والأفكار والرغبات والأفعال دياله، وتيكون خاصه بكل بساطة يكتفي باختيار اللحظات اللي غادي تشكل له حياته واللي غادي تستاهل تكرر عدد لا يحصى من المرات، وماشي يقوم بصنع لحظات اللي ما غاديش يبغيها تعود ولو غير جوج مرات. لهذا فهاد الفكرة ديال العودة الأبدية هي في الواقع طريق ديال الهروب من العقائد اللي تتشجع على أفعال وأفكار اللي تتقيد الأشخاص وتتمنعهم كذلك من أنهم يتعرفوا على الطبيعة الواقعية والعميقة ديال الذات ديالهم، زائد أنها تتقمع لهم الرغبات الحقيقية اللي عندهم. تتخلي الإنسان يكون مجرد عبد وجبان وغير عابر في هذه الحياة ومشي عايش حقيقيا فيها. على هذا الشيء نيتش تأكد أنه لازم نعيش حياتنا بشكل كامل ومكثف ومشي بشكل عابر، والفكرة ديال العودة الأبدية هي اللي غتسمح لنا بهذه القضية، لأن هذا المفهوم تيجعل من التاريخ ما يمشيش في واحد المنحة مستقيمي جهة واحد الغاية أو هدف معين اللي تفرض علينا من طرف واحد الكائن سامي ومثالي وتيكون خاصنا غير نتسناو هذا الهدف. فاش تخضع التاريخ القانون ديال العودة الأبدية ما تتوجهش نحو هدف وحيد ومحدد مثالي ونهائي، وما تكونش خاضع لواحد الإرادة خارجية. العودة الأبدية تتقمع وتتمنع بواحد الشكل جذري أي محاولة ديال الهروب لواحد العالم متواجد في الموراء، بما أن التاريخ غير رجع دائما عند نفسه لهذا العالم وغير رجع معه جميع الأشياء واللحظات من عواصف وأزهار، فصول ومواقف وذكريات. انواع الكائنات اللي ما غاديش تتحمل هذه العوده الابديه ديالها وديال الاشياء اللي دايره بها تيكون محكوم عليهم بالاختفاء والفشل، بينما هذوك اللي غيتحملوها وغيتقبلوها وغادي ينظروا لها بواحد الطريقه ايجابيه هما اللي تتم الانتقاء ديالهم من اجل الهيمنه والسيطره. هذه الفكره ديال العوده الابديه بالنسبه لنيتش هي اذا فكره انتقائيه اللي من خلالها تتم التصفيه ديال الانواع والاجناس المتدهوره والضعيفه اللي ما غاديش تحمل صعوبه هذا الوجود. هذه الفكره تتهدف للتدمير ديال النظام القائم في هذا العصر ديالنا اللي فيه تتم انتقاء مضاد لصالح الضعفاء، وتتهدف للتاسيس ديال نظام جديد اللي تيعمل بالاراده ديال القوه ديال الاشخاص اللي فيه تيكون واحد الانتقاء طبيعي لصالح الافضل اللي تيكون قوي جريء منعزل مستقل بالذات والتفكير ديالو. وباش تقدر تدعم وتحمل هذه الفكره ديال العوده الابديه وتكون بين الاقوياء اللي تهضر عليهم نيتش، الاقوياء اللي غادي يتوافقوا وغيتلائموا مع هذا الوجود، خاصك ضروري تكون مستقل فيما يتعلق بالاخلاق. وهذا الشيء تلاحظ عبر التاريخ، الشغف والعواطف والرغبات ديال الانسان تتطور من خلال المغامرات اللي تدخل فيها، بحال البحث على اماكن ومساحات جديده، البحث على طرق ومياه حره الى اخره. التطور ديال الرغبات الإنسانية والبحث الدائم على الطاقة الحيوية تثير الكثير من الصراعات العنيفة بين مختلف القوى اللي حتى هي تترغب في الحصول على نفس ديك الأشياء. التاريخ ديال الإنسان هو دائما في واحد الحالة ديال الحرب، وبما أنهم تحرر من أي هدف نهائي وأخلاقي ومثالي فالبشر تلجؤ دائما وطبيعيا للإجراءات القاسية والعنيفة ومشي الأخلاق باش يقضوا الأغراض ديالهم. من شحال هادي والإنسان تيقضي الأغراض والشؤون ديالو عن طريق العنف اللي تيكون دائما أكثر طريقة فعالة. الأشخاص اللي ما تيكونوش تيأمنوا بواحد الهدف أخلاقي لهاد الحياة تيمارسوا أفضع الأساليب باش يتمكنوا من الهيمنة والسيطرة، وأغلبية الأحيان تيتمكنوا من الوصول للأهداف ديالهم. هاد الأشخاص بالنسبة لنيتش تيتبعوا الدافع ديال الحياة وتيعبروا على الإرادة ديال القوة اللي عندهم، الطبيعة بنفسها تتعاونه، لأن هاد الأخيرة ما تتبغيش تعطي قيمة للأشياء الميتة بحال الحضارات اللي فقدت القوة ديالها واللي ما بقاتش متواجدة مثلا. العالم تلتزم بالتجدد والاستئناف والعودة، والقوة الكونية عبر التاريخ تتدمر دائما للأشياء اللي فقدت الحيوية ديالها. هاد القوة الكونية تتخاطب الأحياء وتتفصل بينهم وبين الأموات، وهادشي بالإرادة ديال القوة اللي تتميزوا بها.
التاريخ تتأسس دائما على صراعات اللي فيها كل واحد ترغب في امتلاك المزيد من القوة الحيوية. كل شخص يكون تعبر على القوة ديالو من خلال التغلب على الذات ديالو والرغبة اللي تتكون عنده في التأكيد ديالها من خلال السيطرة والهيمنة على المحيط ديالو. على هادشي تلاحظوا في كل أماكن، سواء مدرسة، عائلة، قرية أو دولة، علاقات اللي تكون دائما فيهم طرف مهيمن وطرف خاضع. الأشخاص اللطفاء والخمولين اللي ما تملكوش الطاقة الحيوية ما يضمنوش الاستمرار ديالهم في هذا الوجود، بينما هادوك اللي تيكونوا قادرين يتحملوا التجارب والصراعات الصارمة ديال الوجود، الأشخاص المفعمين بالقوة والحيوية هم اللي غيشاركوا في الصنع والتشكيل ديال واحد العالم ونظام جديد، وغيكونوا نوع أو جنس جديد. بالنسبة لنيتش، الحياة هي إرادة ديال القوة. الحياة تتبغي دائما المزيد من الحياة، أي المزيد من القوة الحيوية. الرغبة اللي عندك في أنك تكون قوي ومستقل هي اللي تتخلق لك مشاكل وصراعات مع راسك ومع الآخرين. صراعات مع المحيط تتجلى في الإرادة اللي عندك باش تسيطر عليهم، والصراعات مع الذات تتجلى في المجهودات اللي تتقوم بها من أجل التغلب على النفس والتجاوز ديالها عن طريق القتال والنضال من أجل القوة ومن أجل الحياة. وبهالطريقة هاد الحياة حتى هي تتجاوز نفسها، وهذا الشيء غيكون ممكن بالنسبة لنيتش عن طريق الإيمان بالفكرة ديال العودة الأبدية اللي تتعتمد على الإرادة ديال القوة باش تروض وتعلم طبيعيا كل كائن حي كيفية التأقلم والتكيف مع هاد العالم. بالنسبة لنيتش، الإنسان ولا سجين في هاد الوقت اللي تنعيشو فيه، والإرادة ديالو حتى هي ولات مقموعة ومحبوسة معاه في السجن ديالو لدرجة أنه ولا مصاب بالجنون. العالم كامل ولا مجنون بالنسبة له بسبب هاد النظام اللي تدفع للجنون. فاش يتقمع الإنسان هو والإرادة ديالو، تولي كنتيجة تبرر المعاناة اللي تتنتج على داك القمع من خلال الشعور بالذنب. بالنسبة له تعاني، إذن تستاهل ديك المعاناة. هذا هو الشعور بالسياء اللي تقاسموه الأغلبية ديال البشر. السياء اللي تنبع كذلك حتى من الواقع ديال أنهم ما غيقدروش يبدلوا شي حاجة من الماضي ديالهم اللي ولا نهائي ولا رجعة فيه، بحال شي صخرة اللي مستحيل تحركها من المكان ديالها. هذا الواقع تخلي الإنسان يحس براسه مذنب في الأعماق دياله، بما أنه ما غيقدرش يغير الماضي دياله والطبيعة ديال الإرادة اللي عنده تترغب في كل الأشياء وفي كل الأوقات. العجز ديالها قدام هذا الماضي تولد جميع أنواع المعاناة، وهذه المعاناة تتبغي ما تبقاش، تترغب أنها تختفي وتتبغي كل شيء يختفي معها، وكأنها تتبغي تنتقم بواحد طريقة جنونية من خلال الفكرة ديال أن كل شيء في هذه الحياة تستحق الاختفاء. حتى هاد الحاضر اللي تتعاش ما يستاهلش يتعاش، وهاد الحياة هي غير دنيوية وما عندهاش قيمة حقيقية إلى آخره. نيتش تخاطب الأشخاص اللي تفكروا بهذه الطريقة وتقول لهم أنه لا داعي لكل هاد السياء اللي ما غيجيب لهم حتى شي فائدة، بل غي تأثر على التصرفات والأفكار والنظرة ديالهم لهاد الحياة، وتقمع الإرادة ديال القوة اللي عندهم، تخليهم يصنعوا ماضي اللي ما غيرغبوش إطلاقا في التكرار دياله. والسياء من الماضي تؤدي مباشرة للسياء من المستقبل اللي تعني السياء من الحياة والوجود. الحياة الحقيقية ميمكنش تكون مختزلة غير في تنازلات وامتيازات وتسويات وتدابير نفسية إلى آخره، بل خاصة تكون مكتملة وتتعاش بكل صدق وقوة وحيوية وفي اللحظة الحالية بدون الرجوع لزمن الماضي أو السفر للمستقبل، باش ما تكونش الحياة ديال المرأة تتعتمد غير على المشاعر ديال السياء اللي جايه من الماضي دياله، بحال الضغينة والمرارة والحنين أو المستقبل، بحال الأمل والانتقام والتساؤلات والوعود إلى آخره. نيتش تأكد أنه إلا تخلصنا من هذا المفهوم الخطي اللي تجسد الماضي والحاضر والمستقبل اللي مشوم في الأعماق ديالنا، غنكونوا أنذاك طبقنا وفهمنا المبدأ ديال العودة الأبدية، وغنكتشفوا القيمة الحقيقية ديال الوجود ديالنا كبشر. هذا المبدأ ديال العودة الأبدية تعلمنا أن الشخص القوي تبين القوة دياله فاش ترفض الانسحاب والانكماش وتبزز على راسه يوصل للمشاريع النابعة من الرغبات الخاصة دياله، وفاش يكون كذلك مستعد للقتال وتعيش حياة نابعة من وجهة نظر الخاصة دياله، وتكون هو المؤلف ديال المصير دياله في عطمة يتخلى على الإرادة والرغبات اللي عنده ويخلي مثلا واحد الوهم هو اللي يتحكم له فيها. الإنسان بالنسبة لنيتش حر من أي حقيقة ميتافيزيقية سامية وجوهرية، والعالم ما عنده حتى شي هدف أو معنى، ما كاينش شي حاجة اللي تتقوم بالدور ديال قاضي أو حكم في هذا الكون. هذا المبدأ ديال التكرار الأبدي تبعد الإنسان بالنسبة لنيتش على الوهم ديال أن العالم غادي نحو واحد الهدف مثالي ومحدد، وأنه كاين واحد القوة خارقة اللي خلقت هذا الكون وتتقوم بالرعاية دياله.
ومن ناحية أخرى العودة الأبدية هي منهج وطريقة من أجل التجاوز ديال الذات. سنوصلوا القتال رغبة في التجاوز ديال نفسنا، والمجهودات اللي سنقوم بها ما تتمشيش غير هكاك. المجهودات اللي تبذل الإنسان والاستثمارات المتكررة اللي تدير باش يتجاوز نفسه غتخليها على حسب نيتش يخترق الحدود دياله. والعودة الأبدية ما تتكسرش هذه الإرادة، بل تتزيد منها وتتخليه يكون مجبر يبقى دائما في حركة ويقوم بالمزيد من المجهودات والأنشطة، لأن هذا العالم هذا هو غير محدود والمستقبل تبقى دائما مفتوح، وجميع المجالات ديال الحركة تتكون ممكنة وحتى هي تتكون غير محدودة.